مسرحية لفؤاد يمين وسيرينا الشامة على مسرح دوار الشمس بداره الساعة 2:30. للحجز جميع فروع مكتبة أنتوان أو antoineticketing.com أو على الواتساب على الرقم 717794400. دائما المسرح اللبناني هو طاقة أمل خشبة ثقافية فنية منكبر فيها، وكيف إذا كان العمل لأشخاص منحبهم ومنتابعهم دائما خليها بيناتنا. عمل بيبدأ عرضه على مسرح دوار الشمس ببدارو ساعة 8:30 من 20 تشرين الأول وبيستمر لستة تشرين الثاني. رح نحكي بكل تفاصيله مع ضيوفي نجوم العمل والأشخاص يلي هن خلف هذا العمل. خليها بيناتنا مع فؤاد يمين وسيرينا شامي. فؤاد صباح الخير. هلو هلو، كيفك؟ هاي فؤاد، هاي سيرينا، صباح الخير. هاي بونجور، اهلا وسهلا فيكم. لما نحكي عن المسرح بنحكي عن الاختبار الفني الحلو، بنحكي عن لبنان الثقافي. بداية سيرينا اسمحي لي ابدا مع فؤاد. أدي المسرح يلي بعرف عنده خصوصية يعني هيك ما بتشبه غيرها من الأعمال اللي بتشغلهم، إن كان بالسينما بالتلفزيون بكل شيء تاني، خانة المسرح عندك بالكاريير تبعك هيك وين بتحطها؟ أدي في عشق بينك وبين المسرح فؤاد؟ ليك أنا المسرح هو شيء كتير أساسي بحياتي، يعني أنا إذا بترجع لإلي كنت أكتر شيء بس بشتغل مسرح. بس أنت بتعرف أنه إذا بس بتشتغل مسرح يمكن ما كتير بتقدر أنك تطلع المصاري الكافية تقدر تعيش أو هيك، فبتضطر تشتغل غير قصص. أنا تلميذ مسرح، دارس مسرح طبعا، وصار لي يعني 20 سنة بهالمحل وكتير بحبه، هذا أهم شيء وأكتر محل بحس حالي فيه مرتاح، عرفت؟ فمشان هيك دايما لو شو ما عم بيصير بحياتي، يعني إن كان تلفزيون سينما شو ما كان فيه، المسرح دايما ماشي عن باراليل. وإن شاء الله هلأ مع الوقت خصوصا هلأ أنا وسيرينا يصير ياخد وقت أكتر من حياتنا ونعطيه وقت أكتر ونكون عن هيك بروداكتيف أكتر فيه. يعني نقلتنا لسؤال تاني لسيرينا فؤاد أوتوماتيكلي. سيرينا، أدي هيدي الثنائية اللي عم نشوفها اليوم بتحضيركم للعمل، بأنكم أنتو يعني خلف الكواليس وعلى الستيج نجوم العمل بخليها بيناتنا، رح تكون هيك مثل فاتحة خير لحتى نشوف ثنائيات تانية ونشوف مسرح متكرر مع فؤاد يمين وسيرينا شامي، في هيدا البلان؟ لكن احنا هيدا مشروع من زمان نحكي فيه وعطول يعني بدنا نوصل له، بدنا بقى نقدر يكون الوقت مناسب لنقدر نعمل مسرحية سوا. نحنا ممثلين شوي بمسرحية سوا، بس عطول نقول بدنا نعمل نحنا مسرحيتنا، فحسينا هلا فاينلي اجا الوقت. يعني ابننا كبر، صار فينا اثنيناتنا نكون مشغولين بذات الوقت، وهيك يعني وقت شغلنا كمان حسينا انه خلص بدنا نعطي اولويه لعملنا لنا. صحيح. ويلا وصارت يعني في توقيت، حجزنا مسرح، كان بعد ما عنا مسرحيه حجزنا مسرح وقلنا خلص يلا بدنا نمشي فيها. وي كانت ويت على كل حال، لانه كثير بنحب شغلكم وكثير وي كانت ويت لحتى نشوف العمل. خليها بيناتنا فؤاد، خبرني شوي اكثر عن البلوت، خبرني شوي اكثر. هي عمل انتم كتبتوه منه مقتبس صحيح؟ لا، هو نحن كتبناه. أوكي. انا وسيرينا عم نعمل كل شيء بالمسرحيه. يعني من الكتاب للاخراج للبرودكشن للتمثيل، يعني عرفت اذا بتشوف البروشور بتشوف فؤاد سيرينا فؤاد هيك، ومعنا محاطين بالعائله اللي يعني دائما داعميننا، يعني من اهلنا من اهل سيرينا، يعني هيك عمل كثير طالع عائله يعني من الفاميلي. اميزنج. خبرني شوي عن البلوت، عن شو العمل، خليها بيناتنا. شو عن البلوت؟ رح احكيك اياها بطريقه مقطشه، تقول لك ليه؟ لانه فيها هي يعني تريفيلز قصص ما في اولى، لانه بنزع متعه المشاهد للناس، عرفت؟ أوكي. بس رح اقول لك اياها على السريع. هو قصه شاب بيشتغل دليفري، اوكي، وبيتعرف على عصبيه. هو في عنده بكاركتر كاركتيره شيء غريب ما كثير في يحكي عنه، وهي كمان عندها كاركتيره شيء غريب كمان. يعني سوري، ما في شوي اجتماعيا منهم كثير كومباتيبل خلينا او نورمال يعني. وبيلتقوا وهذا اللقاء بيودع نوع من تعارف، وهالتعارف بيتطور وبيوصلنا على نهايه خليني اقول عنها هلا مأساوية، ما راح اقدر اقول اكثر يعني. فنحن عم نتبع اذا بدك بالمسرحيه الطريق اللي عملوها هالشخصيتين وكيف تعرفوا على بعضهم، كيف
كيف طورت علاقة. طبعا كيف طورت علاقة هالشخصيتين من خلال الأحداث يلي رح نشوفها. سيرينا، بإدارتكم لحالكم بهيدا العمل، يعني عادة لما يكون في مخرج قائد للعمل بيكون عنده عين هيك اكستيريور عم تطلع لحتى يدير الممثلين تبعه، انتم هون عم تعملوا كل شيء، عم تكتبوا، عم تمثلوا، حتى البلوكينج تبعكم على المسرح، خبريني شوي كيف عم تتعاملوا مع هذا الموضوع لحتى تكونوا عم تطلعوا شوي من الفانكشن تبعكم لتقدروا تديروا بعضكم صح وتعطوا الانستراكشن صح وتقدموا اجمل شيء من خلال هيدا العمل. هلا عم ندير بعضنا الصح ما بنعرف، يعني ما كثير فيك تعرف شو الصح وشو الغلط اصلا بالفن، يعني ما في صح في غلط، في عم نجرب قد ما فينا نمشي مع هيدا النص، نجرب كل واحد، يعني في اوقات في تمرينات كل واحد بنقول من الاول هلا كل واحد يركز هو على حاله على التمثيل ويمشي بخط معين بخط هالشخصيه اللي درسينها قبل نحن وعم نقرا النص وعم نحلله وهيك. بعدين أوقات منقول لا خلينا هلأ نعمل مثلاً مشهد معين وكل واحد يركز على التاني تيشوف له مثلاً، فقط بيقول لي مثلاً هلأ ركزي لي على هو تفاصيل هلأ عم زيدها شوف إذا هون ناسبين ولا لا وأنا بعمل زيت الشي معه. فهيك منصير نعمل يعني كل تمرينة منقرر شو بدها تكون، إذا بدنا نكون أكثر أنا كمخرجة أو هو كمخرج أو كممثلين بس منغوص ومنكون جوا لتقدروا تضبطوا إيقاع العمل والمسرحية مثل ما لازم. فؤاد، شو أسوأ شيء بأنك عم تشتغل مع مرتك؟ ليك تنيناتنا ديوك، عرفت يعني كل يعني تنيناتنا عنا آراءنا ومندافع عنا وصعب إنه منكون كتير مقتنعين باللي بدنا إياه وباللي عم نقوله. هيدا إذا بدك كان أصعب شيء، بس بنفس الوقت هذا الحلو لأنه فعليا تقدر تطبق فكرة على المسرح بده يكون الاثنين اقتنعوا فيها طبعاً. عرفت ما في انه يلا بمشي الحال او هيك. اثنيناتنا عنيدين بنظرتنا بنكون كثير مقتنعين فيها فكثير مندافع عنها، مش انه في حدا يلا خلص دغري بيقبل. اكيد يعني انا اذا ما اقتنعت ما بقبل بشيء هو قاله، وهو ذات الشيء اذا ما اقتنع هو يقبل يعني. فكنا يعني عمليه الاقناع، يعني كيف انا بدي اقنع بالفكره اللي انا بدي اقولها. بس اجمالا اثنيناتنا معجبين بطرق بعضنا فبنقتنع اسرع لانه عن جد يعني هو بيضوي لي على شيء عن جد كثير حلو فبقتنع فيه. احكي عن حالك، هي معجبه بي انا في ضميرك. بليز مشاكلكم الشخصيه خلوها بعيد عن الهواء، اعملوا معروف. كمان فؤاد وسيرينا، بتأثر لانه اذا نحن شبعنا مشكل بالتمرين أيه. هلا رح يخلص التمرين وجاي وسيم بنقعد نتغدى وهي، يعني بدك تعرف تفصل بين مشكل اللي عم يصير بالتمرين وبين حياتك. هيدا كان سؤالي، يعني سيرينا كيف بتفصلوا لحتى ما تاخذوا معكم ما تاخذي معك يعني زميلك فؤاد على المسرح الثقيل يلي عطى شيء اليوم يمكن انت ما كان على بالك تعمليه بس انه اقتنعتي فيه لانه طلع معه حق، توصل لانه فؤاد جوزك وخلص يعني في غير علاقه، كيف عم تفصلوا بهيدا الموضوع؟ لا انا اذا اقتنعت بالشغله يلي قالها ابدا بالعكس كنت مبسوطه لانه زدنا شيء على المسرحيه اكيد هي لمصلحه العمل بالنتيجه. بس وين بصير اذا صار في هيك كلاش انا وياه بالشغل؟ ما بفصل، مين قال لك كيف بقدر افصل؟ بنضل كل النهار نهار ونقير من ورا هالمشهد. يا معطر يا فؤاد. لا بس عن جد هلا شو المزح على جنب، انه كثير عن جد كل يوم بنقول قد ايه مبسوطين بهالاكسبيرينس، يعني حتى من بعد ما نعمل مشكل بالشغل بنرجع بنقول انه بنضحك انه قد ايه حلو انه على القليل عم نعمل مسرحية لقلنا وليكو شو حلو انه المشاكل ونتسلى ونضحك طبعا. وزيادة في شغلة انا وسيرينا كمان لانه صار لنا كثير زمان مع بعض وكمان شغالين مع بعض وبنحكي كثير سو صار عندنا تقريبا نفس التوجه بالتفكير، منا كثير بعاد عن تفكير بعض. عرفت شو يعني؟ مش كل واحد جاي من عالم طبعا، مشان هيك بنتمتع بالشغل مع بعض يعني. وعن جد مش انه عم نحكي هلا هيك لانه بانترفيو، عن جد كثير مبسوطين طبعا. فؤاد، الممتع بالعمل مثل ما عم بتقول انه عم تشتغل مع شخص هالقد بتعرفه بتعرف تفاصيله بالشغل حياة الشخصيه، قد ايه في تحدي خليني اقول بهيدا العمل لحتى تكونوا عم تقدموا ماده جديده، تكونوا عم توقفوا قدام بعض على المسرح لحتى تقدموا إبهار للجمهور، لأنه المسرح هو سحر، هو تريك مننقل الجمهور معنا لمحل تاني لعالم تاني. خبرنا شوي كيف عم تشتغلوا
من خلال إدارة المسرحية، من خلال ما بعرف إذا فينا نحطها كمان تخبرنا بأي خانة، إذا كوميدي، إذا رح يكون فيها أفشات دراما، رح يكون فيها انعكاس، لأنه المسرح هو مراية لمجتمعنا اليوم. خبرنا شوي بأي روحية عم تشتغلوا، والجمهور يلي بده يروح يحجز ويحضر خليها بيناتنا، شو بده يكون ناطر على خشبة المسرح؟ ليك رح جيبك أول شيء من السؤال. أول شيء كيف اشتغلنا وآلية العمل، هي المشى ستيب باي ستيب من أول لحظة لآخر لحظة، يعني من لحظة الفكرة، شو هي الفكرة، لكتابة النص، للإخراج، للسينوغرافي، لهلا نقلة مسرح، كل هول كنا عم نمشي فيهم شوي شوي مع بعض. كنا دائما عم نقول شغلة إنه تنعمل شغلة بدنا نكون اثنيناتنا مقتنعين فيها، إذا حدا مش مقتنع بدنا نجرب نلاقي شو الحل. هلا تنحكي أكثر عن شو نوع المسرحية، المسرحية إذا بدك في حتى ضمن إطار إذا بدك الدرامي، خلينا نقول اللي هو الدراما كوميدي مخلوطين مع بعضهم. النوع الكوميدي فيها الكوميدي اللي أنا بحبه، يعني البلاك كوميدي، الكوميديا السوداء، وبطبيعة الحال فيها انعكاس للمجتمع، لأنه أنت بلا ما تحس أنت ابن هالبيئة وأنت عم تكتب وأنت عم تشتغل بدك تحط هالبيئة، يعني مش هتيجي تحكي عن شيء تاني. علما أنه المسرحية بشكل الخارجي فيك تقول هيدي قصة، عم تابع قصة عن هول الشخصيتين، بيجي بحضرها بالحقن بتصلوا فيل، وإذا أنت كل واحد من الجمهور بيشوفها بالبرسبشن تبعه شو رح ياخد منه وقدي رح يعمل ايدنتيفيكاسيون مع الشخصيات أو مع شي عم يحكوها الشخصيات أو شو بيعمل ريليشن للعالم البراني تبع المسرحية من هو حياته، هاي بترجع له بس دفنت اللي هي موجودة. طبعا سيرينا، اليوم هذا العمل يلي رح يبدأ عرضه بعشرين تشرين الأول، يعني نهار الخميس إذا ماني غلطان، انطلاق المسرحية على مسرح دوار الشمس بمداره ساعة 8:30. خبريني لكل الأشخاص يلي عبالهم يحجزوا ويكونوا حاضرين معكم شو لازم يعملوا. اوكي، اول شيء التيكتس في بمكتبه انطوان بالفروع، بكل الفروع تبع مكتبه انطوان. اذا بدهم يشتروا تيكتس اونلاين يعني بالكارت، في مكتبه انطوان بتزيد 25%، فاحسن لهم يشتروا من الفروع، او في رقم تليفون بيحجزوا، وعلى الباب في تيكتس كمان، في رقم التليفون 717-779-400 بيحجزوا. وتعوا تسلوا، تعوا هيك، اكيد بندعي كل العالم ترى نحن نمثل، ويعني وبرجع بذكر مثل ما دائما كل مسرحيه بنحكي عنها بليز ما تنطروا الدات يلي بتخلص فيها المسرحيه لا تحجزوا، لانه اكيد رح تكون سولد اوت، واكيد لازم نحجز ما طرحنا بالاول، فما تنطروا ل 26، بلشوا من 20 شهر، يعني هلا اليوم بس نخلص الانترفيو روحوا شوفوا اذا عبالكم تحضروا المسرحيه، واكيد عبالكم، خذوا التيكتس تبعكم واحضروا خليها بيناتنا مع فؤاد يمين وسيرينا شامي. فؤاد، على هامش المسرحيه في تحضيرات تانية، يعني بعرف انت كمان مننطر السيناريوز اللي بتكون مشارك بكتابتهم، مننطر لحتى نحضرك على الشاشه الكبيره بالسينما، خبرني في تحضيرات جديده؟ ليك بالفتره اللي سبقت صورنا كثير فلومه، في منهم كمان فيهم انا وسيرينا، في منهم انا لحالي، في منهم سيرينا لحال، فمفروض هلا يبلشوا ينزلوا تتابع عن بعد ما هلا اكثر عم يفتح البلد وعم ترجع الامور شوي تتركلاش. في كذا فيلم هلا مفروض على الطريق، وكمان عم بيشتغل كمان في كذا مسلسل صرت مصورهم وقصص هلا عم صورها كمان رح تنزل تتابع عنه، اكيد بالكتابه يعني مكفيين، و يعني انا عم جرب، عرفت شويه مسرح شويه كتابه شويه تمثيل، اعمل بالانس بين هول الثلاثه. طبعا سيرينا كمان يعني بالسولو كارير تبعك، يعني الى جانب فؤاد هلا بالمسرحيه، وان شاء الله يا رب بتكملوا باعمال ثانيه وبصير في مسرح سيرينا وفؤاد يلي بنصير نتابعهم دائما. خبريني شوي شو يلي انت هيدي نيتنا فؤاد. هلا امبارح بعد ما فتحنا المسرحيه قال لي عم بلش فكر بالمسرحيه الجديده، بلش بتركب. That's great. That's great. يعني على كل حال خلص، يعني هذا شيء عم شوفه هيك بعينيكم، كيف عميل معه، كيف لما عم تحكوا عن هي المسرحيه وعن هيدي فكره المسرح يلي بدها تجمعكم سوا. من وراء الضوء، من وراء الضوء عم يلمع، ما خلص هو العاكس عم بس تشوفوا كيف مدويين حالنا. بس طالعين بيرفكت نحن هلا بالمسرح، لأنه بس معنا 3 ساعات كهرباء طالعين بيرفكت، يعني هو نيدز أدقال لما يكون عنا تليفوننا بإيدنا مدويين الكي لايت تبعنا، شو بدنا أكتر من هيك، كل حياتنا صارت هيك. اي والله، يعني هذا شيء بيحزن، يعني هذا شيء بيزعلنا، بس بالنتيجه نحن اراده الحياه بتقوى على كل شيء، واكبر دليل هو الخطوه اللي عم تعملوها بالمسرح اليوم، لانه مع كل الوضع
الناس رح تروح وتحضر، والناس بتحب المسرح، بتحب الثقافة، بتحب الفن. سيرينا قدي بتحسي بعد مجازفة، يعني اليوم بمرحلة من المراحل كنا نقول بدنا ندفش الناس دفش لحتى يروحوا يحضروا مسرح، لأنه مش تلفزيون، مش مسلسل، مش نتفليكس، مش بلاتفورم، قاعدين ببيتهم مرتاحين، بدهم يعملوا إيفور لحتى يروحوا يحضرونا. بتحس الناس صار عندها هالثقافة أكثر اليوم، خاصة مع الوضع الاقتصادي، الناس صارت محمسة واشتاقت لهيدا اللايف كونتاكت. ليك عن جد يلي لاحظناه، يعني احنا كيف كنا قبل عم نشوف التدهور، الحالة دجا مدهورة كانت، بس انه تدهور بعد زيادة. فكنا كتير عم نحكي نحنا بالدومين انه دوميننا بيتسمى لوكس على الناس، انه مسرح، انه فيهم يعيشوا بلا مسرح هيك على اساس. بعدين مورا تجربتي بمفروكة سنة الماضية وقتها بلشنا نعرضها من اقل من سنة، اللي بتلاحظوا انه الناس فجأة بتلاحظ انه الناس عندها تعطش تجي تحضر. يعني نحن قلنا بهذا الوضع انه رح كتير يكون شيء سكوندير عندهم يدفعوا تيكت يروحوا يحضروا مسرح. صح. بعدين بتلاحظ انه لا، المسرح شيء كتير اساسي بحياة ونفسية الناس، لانه بتشوف عن جد هلأ في كتير إقبال على المسرح. يعني هلأ كل المسارح مفولة كمسرحيات عروض ورا بعضها، والناس عم يجوا يحضروا. فعن جد أنا حسيت هالشيء إكسبيريانس بالسوسيولوجي تبع بتفكر أنت أنه لا هيدا اليوكس، بتلاحظ أنه لا، الصحة النفسية ما لنا اليوكس أبدا. صحيح، هيدا حاجة، هيدا حاجة، والناس واللبنانيين معودين عليها وعم يلحقوها. على كل حال خليها تفضلي سيرينا. بس قليلي او خلص بس اوكي، فكرت بدك تضيفي شيء. لكن مشاهدينا خليها بيناتنا مع فؤاد يمين وسيرينا شامي. مسرح دوار الشمس من 20 شهر بتنطلق المسرحيه، من الخميس للاحد 8:30، يعني بنكون 8 بالمسرح. اعملوا معروف، لان المسرحيه بتبلش 8:30، حتى لو مش سيرينا وفؤاد قالوها انا عم اقولها. تيكتينج انطوان، وبذكر بالواتساب نمبر للحجوزات 71 717 4000. فؤاد يمين، سيرينا شامي، وي لوف يو، موفقين بالعمل، واكيد رح نجي نحضركم. ميرسي، اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. تشاو.